رحت اعمل اكو الصبح وبيطلع انه الولد ميت و... وانا جسمي صار 60% مسمم. فبيقول لي الحكيم بدك تفوتي هلا تعملي العمليه لانك مسممه. قلت له انا بدي انزل على لبنان لانه كان جوزي اخذ القرار انه انزل على لبنان. فقال لي ما ممكن توصلي لانه انت مسممه فهيدي خطره. قال لي اذا بدك تنزلي تنزلي على مسؤوليتي. فاخذنا القرار ونزلوا تيحجزوا لي التيكت لانه نازله ايمرجنسي. فما بيلاقوا مطرح غير كرسي وحده بالطياره. فانا وفيلا لبست ثيابي وكان في توب مارونتانيوس مجهزته بدي البسه بعد ما ولي. فبلبسه قبل ما امشي من البيت بس بكون عم ببكي وبقول للرب انه كيف بدي اترك اولادي ولدين صغار، ولد عمره 3 سنين والثاني عمره سنه واربعه اشهر. فانا ماشي من البيت بدق التليفون بقول صار في كرسي ثاني بالطياره. فبصير اهليتي وجوزي كل واحد يقول بده يطلع معي بالطياره، فانا بقول لا بدهم يطلعوا اولادي لانه اخر شيء بدي افتح عيوني عليهم هن اولادي. فما حدا بيشارعني وبيستسلموا وبيطلعوا اولادي معي بالرحله. بس لانه ايمرجنسي ما في طياره بتيجي دغري من افريقيا على لبنان. اول بلد بدي انزل فيه ترانزيت يلي هو 8 ساعات بدي اقعد فيه بلد افريقي ثاني. وانا ديجا مبلشه نزيف من سيراليون بس مش مخبره حدا انه انا عم بنزل. بوصل على هيدا البلد بدي اقعد 8 ساعات على اساس انا مقرره اقعد بالمطار. لاقي ست بس تغطي الطيارة لابسة أسود من فوق لتحت محجبة بتقرب علي وبتقلي اعطيني الأولاد ما تخافي وامشي وراي. فبتحمل لي ولد على اليمين ولد على الشمال وبننزل بتاخدني على أوتيل. قالت لي لأنه ما فيك تكوني بالمطار. بالأوتيل بتقلي أربع حجزي حجزت وطلعنا على الأوضة. كانوا أولادي لأنه مش قادرة أهتم فيهم مستفرين ومجويين. فهي بتاخذهم وبتحممهم وانا كل الوقت عم بسألها انت ليه عم بتساعديني وانا خيفانه منها لانه ما بعرفها يعني تعمل هالشيء معي شيء كثير هيك حسيته كبير. كنت اسألها ليه عم تعملي معي هيك ما تجاوبني. المهم اخذت لي الاولاد وحممتهم. كان بشنطه الايد اللي معي كيس الحفاضات فيه مغلف بين الحفاضات 17,000 دولار. فانا كنت عتلاني هم تفتح هيدا الكيس وتشوف ما عندي قوه يعني لا اخذ اولادي لا اذا اتحكم لانه هدول المبلغ بدي اتحكم فيه. بتحمم الاولاد وبتفتح وبتحفظ بنتي الصغيره وبتيجي بتقلي طلبي لهم اكل بطعميهم. بيجي دوري انا بتقلي اشلحي العبايه اللي عليكي بدي غسل لك اياها. بقول انا لا كيف بدك تغسلي انا قلت مش فاهماني انا شو لابسه. قلت لها ما فيك تغسليها. قالت لي انا بعرف كل شيء شو بدك اشلح التوب بدي اغسل لك اياه. فبشلحه انا وهي بتفوت بس القشريه تبعيتي ما في عندي قوه بدي اشوف ليه اخذته لهي المره يعني حتى اسمها ما بعرف. فبلاقيها بلحقها بس بتدبدب على التواليت. بلاقيها قاعده على الارض متربعه ولكن حديد من هول قديمين كثير عم بتغسل الفستان على ايدها. فانا بقول لها شو عم تعملي؟ بتقول لي رجعي على التخت. بترجع هي بتقول لي دقي هلا خليهم يجوا ينشفوا لك الفستان. دق انا بتقول لي اللي ردت علي بالتحت قالت لي مدام نحن 12 بالليل واللي ما فيش موظفين بقى بالاوتيل بدك تنطري لبكره الصبح. فانا بزعل بقول لها شفتي شو عملتي هلا ما كيف بدي ارجع البس الفستان؟ قالت لي ما تخافي رح يتنشف الفستان. بدق الباب بفوت شخص بيقول لي اعطيني الفستان لانه عندك فستان بده تنشيف. فبياخذ هيدا الفستان بجيب لي اياه بعد شي نص ساعه. بس منظري ما بقدر انسيه لما هي استلمته منه هالمره كيف اندندل من السقف. يعني الفستان علقت لي ايام قبيلي على التخت بس ما في تعليقه هو اندندل من السقف نازل مكوي ومنشف. فبتقول لي يلا نامي. انا ما بدي نام عم بقاوم عم شد تما نام لانه مره غريبه وولدين ومعي يعني المبلغ اللي بدي اوصل اتحكم
كثير. فبتحط ايدها على كتفي وبتقلي نامي ما تخافي نامي. بخفى 8 الصبح بتوعيني تيارة صارت جاهزه، بقول لها انا كيف بتتركيني كل الليل هيك نايمه؟ بدي جهز اولادي، قالت لي كله جاهز قومي مشي تنمشي. بتحمل لي ولد على يميني ولد على شمال، كان معي شنط. بوقتها ما كنت عم بقدر استوعب كيف كانت حامله الولدين وعم بتجر الشنط معها. وصلتني على باب التجارة، قطعت ما بيوقف شمالا من الهاستس والكابتن. قالت لي هونيك انا دوري هون خلص، من هون ورايح ربنا يستقبل فيك. برمت انا بدي شد فيها لانه هيك كانت السنه تبعيتي اللي انا جايه معها، كانت اختفت هيدي المره. مهم طلعت بالتجاره في اسكار ثاني بدي انزل على المغرب. بالمطار المستشفى يعني الامرجنسي بالمطار عرف انه معي نزيف وممنوع اطلع بالطياره بقى، بس كمان اعجوبه طلعوني من دون ما حدا يعرف. كل الرحله كانوا اللي معي عم يعني متضايقين، كان في زلمه كبير معي كل شوي قال له بليز بطيني الاولاد جردانين يمكن. المهم بس ربنا توصل على لبنان عيط عليكي، قال لي انتم نسوان اخر الزمن ما عادش فيكم لا تهتموا باولادكم ولا شو بتسافروا ولا شو بتجيبوا الاولاد. قلت له معلش يا عم تهتم لي اخر مره بهالاولاد. فبتيجي كمان الهوستس بتقول لي ما عادش فيك تطلبي، كنت انا كبس بدي عصير ليمون، قالت لي ما عادش فيك تطلبي ليمون، كل الطيارة عم تطلبي وما عادش في يعني كثير طلبتي، انزعجوا مني كثير. فاللي كانوا مغطيين اللي طلعوا الاطباء اللي غطوني بالتجاره ما حدا عرف، هن قالوا لهم انه معي ميجرين. اتبات الاحرام عني فكلهم عرفوا انه معي نزيف قوي كثير. فبيجي الكابتن بيقول لي بدنا ننزل بقبرص لانه انت ما بتوصلي على لبنان وهي مسؤوليه كبيره علينا. فبهيدا الوقت بقول له انا ما فيني، في مسؤوليه ولدين، ما كانش بعد في الواتساب والتليفونات. قلت له مسؤوليه اذا صار لي شيء بقبرص ما حدا بيعرف اولادي. فبيمضيني على ورقه انه انا مكفيه بكامل مسؤوليتي على لبنان. بوصل على لبنان الجمارك والامن العام كله بيفكروا انه في شيء، ما قدروا يستوعبوا الوضع لانه كانوا عطون علم بالطياره انه معنا حاله حرجه كثير. فبيطلعوا بيفحصني الحكيم من المطار بيقول لهم القلب عم يوقف والنبضات ما في وعم بتموت، فما فيها توقف على اجريا ليقدروا. الامبولانس كان ناطرني برا بس ما فيني اطلع من الطياره لاوصل على باب الطياره. فبأعجوبه كمان في شاب من الجميري بحطوني على جسمه وبيرجع فيني لورا. مهم بقلب الامبولانس بيقولوا انه ما بوصل على سيدة لبنان، انا كنت رايحة اتحكم سيدة لبنان، فبينزلوني على رسول الاعظم. هونيك كمان الحكم ما بدهم يعطوني الاسعافات بس حكيمي بيجوني ما قبل. ضيعنا الوقت. المهم رجع الامبولانس ما قبل ياخذني على سيدة لبنان. المهم بالاخر اخذوني اهليتي على مسؤوليتهم الخاصة. بس وصلت على سيدة لبنان كنا بسيارة خاصة يلي هو سمو لجوزي، كانت السيارة بركي فكلهم صاروا يصرخوا من سيدة لبنان انه شو شوي الحالة هيدي. حضروني لفوت على اوضة العمليات فاجوا بدهم يقصوا الفستان، كان كل ايماني انه انا الفستان هو اللي ردني يعني هو اللي نشاني التوب اللي لبسته. اجوا بدهم يقصوا رفضت، كان عم بيقول لي الحكيم انه انت عم تنازعي ما في مجال يمكن تفوتي على اوضه العمليات ما ترجعي تطلعي. قلت له مش مشكله بس المهم الفستان ما بينقص. شلحوني الفستان فتت على اوضه العمليات وطلعت لنقطه دم عزب ب 36 ساعه نزيف قويه ولا لا تقطيب ولا قصوني ولا شيء. فبيعرف الحكيم انه هيدي اعجوبه صارت معي. بيرجع تاني نهار الصبح يعني هو 5 ايام حيسين لي بيطلع انه انا ما بين شيء لا عندي نقص بالدم ولا في شيء فيني اطلع بسهوله من المستشفى. فبيجي الابونا بينولني وبيقول لي انت اعجوبه كبيره صارت معك. فانا بكل هالفتره كنت مفكره انه الطوب اللي كنت لبسته هو اللي بيساعدني. كنت جرب احكي الشغله اللي صارت معي بس كان جوزي على طول يردني يقول لي انه صارت لك وبينك وبين ربنا
ما لازم تحكيها، بس في شيء كان على طول يدخشني انه تحكيها، وصرت بلشت احكي الخبريه، بس اوقف عند هالست اللي ساعدتني، ضلني اقول انه بدي اعرفها، لو انه اعرف اسمها، لو انه اعرف اتصل فيها اشكرها، فما كنت اعرف. ب 2019 باربع حزيران تجي لعندي الست على البيت، يعني هو نهار عيد، بعد خبر الخبريه بقول لها انا لابسه اسود، بس يا ريت اعرف كيف بتكون هالست للاشهر، فبتقول لي اذا لابسه اسود من فوق لتحت هيدي بتكون بدي سرقها. انا ما حكيت ولا كلمه، بس قلبي من جوا انه كيف بتكون بدي سرقها، انا بعرف شكلها والمره اللي رفقتني مش بدي سرقها، وانا ما صلي لها ما بفوت لها، فكيف بدها تجي لتساعدني؟ برجع بخبر خبريه، برجع نفس الشخص بيقول لي انه ادي سرقه، كان جوزي قال لي كمان انه هيدي ادي سرقه، فبيجي لهون على الدار وبصلي لها، بقول لها اذا كنت انت خليني اعرف، لانه كثير عم بيقولوا لي انه انت، وانا ما بصلي لك، بدي اعرف، خجلاني يعني عم بحكي وخجلاني منك. 2020 بأدار، بس ما بعرف اي نهار بالضبط، بيوصلني على الواتساب مرحلة حياتها لقديسة رفقة، بتطلع الصورة بالنص، هي المرة اللي رفقتني بالطيارة، اللي حملت ولادي واللي كانت معي كل هيدي الوقت، فبصرخ بالبيت وبصير ابكي، بيجوا بقول لهم هيدي قديسة رفقة، بصير بدي ابعت الصور لكل اللي بعرفهم تفرجيهم انه كنت عم خبرهم عنها هي قديسة رفقة، بحكي بقى الصورة، ما عادش قدرت لاقيها لصورة الواتساب. لا جيت ب 22 ايار عم زور القديسه رفقه هون، ما كنت ناويه اكتب العجيبه، صارت صدفه وعم بحكي مع رغبه وسجلت لي العجيبه، قلت لي بدك تقوليها، قلت لها انا ايه، بس كنت عم خبرها انه هيدي الست، انه كاني بعدني انه هيدي الست محجبه اسود من فوق لتحت، ابتسمت هيك قالت لي طلعي، فبيطلع الصورة يلي هي إيه؟ بيطلع هذه الصورة، قالت لي رح يطلعي، هللويا تأثرت ما كنت بعرف إنه بهيدي الصورة هي كانت عمية، غير ل 22 أيار 21 عرفت إنه هي بهالصورة كانت عمية، فبكل الطريق أنا وراجعة على البيت كنت عم صلي قول له ليسوع بعث لي روح القدس انه انا شفتها مفاتحه وهي حملت لي الاولاد وساعدتني، بس هي بهالصوره عمية ليش؟ ده بس بعدين وصلت على البيت وفتت عرفت انه انا، لاني من انا وصغيره كنت خاف منها، كنت حسها قاسيه، كنت حسها يمكن بس واحد يحكيها يمكن ما بتستجيب له، يمكن لانه للالم اللي مرقت فيه بالمراحل، فأنا فهمت عليها ليه ما قالت لي إنه هي قديسة رفقة، وفهمت عليها إنه هي ليه رفقتني بالألم، لأنه عم بتفهمني كانت كل هالسنين إنه هي حملت الألم، وهي مع كل إنسان عم بيتألم حتى لو ما بنعرف نحنا، بس هي موجودة معنا، فأنا بدي أتشكرها كتير، بدي أقول لها اللي عملته معي يعني ما بعرف، ما في كلام بيوصف، ما في كلام فيني قلكم عن الحنان اللي شفته المره اللي رفقتني، انا بس بدي اياها تقدر تعلمني احب يسوع كما هي حبته. خلص لبنان.